بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في Scientific Research 101. في الفيديو السريع ده هيكون انترو للسلسله بتاعه Research 101. هنبدا يعني اعرفكم بنفسي، وبعدين هنتكلم عن التيم الراعي الرسمي للسلسله دي يعني، بعدين هنتكلم ايه هو Research 101، بعدين مين المفروض يتفرج على السلسله دي، وبعدين ليه المفروض تتفرج عليها، وهنقول سؤال في الاخر. اولا اعرفكم بنفسي، انا محمد حسن النجار، انا مؤسس فريق تترا بلويد تيم. تترا بلويد تيم ده مجموعه من الباحثين من تخصصات مختلفه، ولكن بشكل اساسي بايوميديكال ريسيرش. يعني احنا تقريبا 30 باحث من اكتر من 10 جامعات مختلفه في مصر. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن التيم هتلاقيها في الويب سايت بتاعنا، ولكن انا يعني اوريكم الويب سايت بتاعنا بشكل سريع كده. طيب، فده الويب سايت بتاعنا، ودي نبذة مختصرة عننا، ودي الجامعات اللي احنا منها. احنا عندنا ناس من 57، من جامعة القاهرة، من جامعة MSA في اكتوبر، جامعة الألمانية، جامعة البريطانية في زويل، حتى احنا عندنا ناس من الجزائر والأزهر وما إلى ذلك. احنا عندنا 2 international publications في مجلة اسمها Seminars in Cancer Biology. دي مجلة تابعة لدار نشر مشهورة اللي هي السيفير، والإمباكت فاكتور بتاعها ومعامل التأثير بتاعها 10 9 وشوية، يعني تقريبا 10. احنا بنعمل ايفنتس برضو، عندنا اكتر من برنامج، في حاجات للورك شوب للاندر جراد، في حاجات للجراديوتس، ودول البارتنرز بتوعنا. ممكن كمان في مجموعة من الريسورسز هنا ومجموعة من الكورسات هنا احنا ننصح الناس بشدة يعني انها تتفرج عليها. ولو حد حابب يتفرج على الممبرز بتوع التيم عندنا، فدي الصور بتاعتهم يعني، وفي نفس الوقت كل حد منهم ممكن تدوس على اسمه يوديك لللينكدين بروفايل بتاعه. احنا عندنا برنامجين اساسيين للناس بنقدمهم للناس، حاجه اسمها الريسيرشر انكيوبيتور او الحضانه بتاعه الباحثين، وحاجه اسمها المنتورشيب. الريسيرشر انكيوبيتور دي اول فيز فيها او اول مرحله فيها، اللي هي ساينتفك ريسيرش وركشوب. واحنا يعني عاملين السلسله من الفيديوهات دي حاجه فيري سيميلر جدا للوركشوب اللي احنا بنقدمها للناس في ظل الكورونا يعني وكده. طيب، ايه هي بقى ريسيرش 101؟ هي بلاي ليست، يوتيوب بلاي ليست موجود فيها 10 ليكتشرز ان شاء الله، بنتكلم فيهم عن البيزكس بتاعه الساينتفك ريسيرش. هنتكلم مثلا ايه الفرق ما بين الداتابيز والجورنال، ايه هي انواع الابحاث اللي انت ممكن تقابلها، ازاي تقرأ الابحاث دي وازاي تنزلها وازاي تستوعبها. هنتكلم على مندلي واند نوت، البرامج دي هنتكلم عنهم بالتفصيل. هنتكلم ازاي تستخدم الداتابيزز، ازاي تستخدم مثلا بوب ميد، ازاي تستخدم سكوبس، ويب اوف ساينس، كل الداتابيزز دي وايه اهميتهم وازاي تستخدمهم. وبعدين هنتكلم بقى ازاي تكتب ناريتيف ريفيو، ازاي تعمل اوتلاين، ازاي تجهز المحتوى بتاعك، ازاي تعمل سايتيشن. وبعدين هنتكلم على السيستماتيك ريفيو برضو بشكل عام، بشكل الناس تستوعب يعني ايه systematic review، يعني ايه narrative review، وبريف lecture في الاخر خالص كده عن primary research وايه هي المهارات اللي انت محتاج تحصل عليها او skills you have to develop علشان تشتغل في primary research او اللي هو original research بمعنى صح. طيب، السلسلة دي لمين؟ بشكل اساسي للطلبة والناس حديث التخرج، لانها مبسوط يعني مشروح بشكل بسيط، وفي نفس الوقت برضه هي معمولة للناس اللي هي يعني معاهم دراسات عليا ولكن بيدوروا على special help مثلا في مندلي، ازاي يستخدموا الداتابيزز، كل الحاجات دي ممكن تكون مفيدة ليهم برضه. طيب، ليه research 101؟ هي يعني احنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نشرحها ببساطة خالص، فهي simply explained. واحنا حاولنا برضو ان احنا نخليها سيستماتيك، يعني احنا سجلنا كل الفيديوهات بتاعتها قبل ما نرفعها للناس، بحيث ان احنا نكون حاولنا ان احنا نغطي كل حاجة في الريسيرش بشكل منهجي يعني او بشكل ممنهج، فبالتالي الناس هتكون عارفة البداية فين والنهاية فين. وفي نفس الوقت احنا بنحاول بشكل كبير في السلسلة ان احنا نخليها ابليكابل، يعني مش مجرد بس بنشرح نظريات او نقول للناس المفروض تعمل كذا او المفروض الريفيو يبقى عامل كذا، لا احنا هنخش في الموضوع على طول او هنخش في التطبيق على طول ونقول للناس المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. واختم بقى الفيديو السريع ده بسؤال، من هو العالم المصري الذي قام بتصوير الكاميرا لأول مرة؟ وننتظركم بقى في الفيديو التاني ان شاء الله.